بعض الأشخاص بيقول هذه واحدة من المظاهرات اللي صارت في مصر، ولا هذه مناسبة من المناسبات اللي تسويها مصر كل سنة، لكن هذه جنازة، بس ما هي بجنازة لا رئيس ولا مسؤول في الدولة ولا شخصية مهمة في الدولة، هذه جنازة شخص مواطن عادي جدا. وهذا المواطن ما هو عايش في مدينة، لا، هذا عايش في قرية من قرى مصر. هذا الشخص اسمه صلاح عطية. بعد ما مات صلاح طلع أكثر من 500,000 شخص يحضرون جنازته. طبعا صلاح كان فقير، ومن شدة الفقر ما كان يلبس ملابس جديدة، كل ملابسه مستعملة، فكان أبوه يشتري له ملابس وأحذية مستعملة، فكانت هذه الملابس أكبر من مقاسه مقاسين وثلاثة، لأن أبوه ما عنده القدرة أنه يشتري له كل سنة ملابس. صلاح هنا درس ودخل كلية هندسة، وبالأخير تخرج وصار مهندس زراعي. يوم من الأيام اجتمع هو وأخوياه، وأخوياه هذول فقراء نفسه على قد حالهم، وقال لهم صلاح وش رايكم نسوي مشروع، على الأقل ندور لقمة عيشنا. فكان عددهم 9، وقالوا لازم كل واحد يصير معه 200 جنيه، فاللي راحوا باع ملابسه، واللي راحوا باع بعض أغراض أهله، بالنهاية كل واحد صار معه 200 جنيه. لكن في الأخير اكتشفوا أنه الفلوس قليلة ولازم يدخلون معهم شريك عاشر، فجلسوا يدورون على شريك عاشر، لكن ما لقوا، أهل القرية كلهم فقراء. فجاء صلاح وقال لهم أنا لقيت لكم الشريك العاشر. هنا أخوياه استانسوا وقالوا من هو الشريك العاشر؟ قال لهم الله هو شريكنا العاشر. فاستغربوا أخوياه، قالوا وشلون الله يصير شريكنا العاشر؟ قال لهم 10% من الأرباح تصير لله، بالمقابل إن الله يوفقنا ويحمينا ويرزقنا. هنا أخوياه وافقوا وجابوا العقد، وهم يسجلون العقد كتبوا والشريك العاشر اللي هو الله يستلم 10% من الأرباح، بالمقابل إنه يحمينا ويرزقنا ويوفقنا ويطرح البركة في مشروعنا. طبعا هنا الشباب افتحوا مشروع دواجن اللي هو الدجاج. فمرت أول سنة من المشروع، والمشروع هنا حقق أرباح خيالية. فهنا صلاح عطية اجتمع مع أخوياه وقال لهم وش رايكم نزيد نسبة شريكنا العاشر اللي هو الله سبحانه، بدل ما ياخذ 10% نخليه ياخذ 20% من الأرباح. هنا أخوياه وافقوا. طبعا القرية اللي كان ساكن فيها صلاح عطية وأخوياه ما كان فيها لا مدارس ولا جامعات، والمساجد مرة قليلة، حتى أغلب الأطفال هناك ما كانوا يدرسون لأن المدارس مرة بعيدة عنهم. فصلاح عطية سوى مدرسة ابتدائي للعيال، وبعدها فترة سوى مدرسة ابتدائي للبنات وكلهم يدرسون مجانا، وبعدها فترة سوى مدرسة متوسط للعيال والبنات، وبعدها سوى مدرسة ثانوي للعيال والبنات وكلهم يدرسون مجانا. فمشروع صلاح عطية وأخوياه نجح، وكل سنة يحقق أرباح خيالية، وكل سنة تزود نسبة الشريك العاشر، لين سنة من السنوات صارت نسبة الشريك العاشر 50%. فالعيال والبنات اللي كانوا يدرسون في مدارس صلاح عطية تخرجوا من الثانوي وصاروا يبون كليات وجامعات بالقرية. هنا صلاح عطية رفع خطاب للوزارة وقال لهم أنا ودي أبني جامعة داخل القرية، لكن الوزارة هنا رفضت وقالت أول شيء أنتم في قرية وما عندكم محطة قطار، والجامعات ما تسوى إلا داخل مدن بس. جاء صلاح عطية وسوى محطة قطار داخل القرية، ورجع رفع خطاب للوزارة مرة ثانية، ومع المحاولات قدر أنه يفتح كلية داخل القرية، وهذه أول كلية على مستوى مصر يحطونها داخل قرية. مشروع صلاح عطية بدأ يكبر وتزيد أرباحه، فقال صلاح كل الأرباح للشريك العاشر اللي هو الله سبحانه، وأنا أبكون موظف عند الله، يعني يبدأ يمشي لي راتب ثابت كل شهر. صلاح عطية بنى بيت داخل القرية وسماه بيت مال المسلمين، والقرية ما صار فيها فقراء، وبنى مساكن للطلاب والطالبات، حتى تذاكر محطات القطار مجانية للطلاب. ما هو بس كذا، وراح لما القرى المجاورة لقريته وبنى بهن بيوت وسماها بيوت مال المسلمين. وبعد ما مات طالع أكثر من 500,000 شخص يحضرون جنازته. في أمان الله.